على الفقر ونأخذ نسائهم سبايا. والله يا سيدي الحويني ما جاب حاجة من عنده، يعني هذا الكلام بيتدرس للعيال اللي في الأزهر. بس الكلام ده ما يبقى زمان عند نشر الإسلام، هو ده بقى اللي بيدرسوه للعيال دلوقتي. الإسلام ما هو لما ماشي، إنما النهاردة لما بيدرسوه لهم الكلام ده دماغهم ما بتستحملش الحضارة، فبيقعدوا يتكلموا معانا بحكم الأموات بتوع زمان اللي من سنة ألف، من ألف سنة فاتت، ويقهرونا، وإلا نبقاش مسلمين. زي ما قال لي دلوقتي، طالما أنا مش سني أبقى كافر، مع إن أنا لا سني ولا شيعي ولا أي حاجة. وأنا قلت له ليه أنا مش سني ولا شيعي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إنه ربنا لا يأمرنا بإنه إلا إن إحنا نكون ربانيين، نعبد الله واحد بس. شوف كمان من ضمن اللي بيدرسوه للعيال، بيقول وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمي، يعني ممكن ياكل آدمي بس في حالة الاضطرار، لا يجوز طبخها ولا شيها، لما في ذلك من هك حرمة، قال بعد ما هياكله أو هياكله بس ما يسلقوش ولا يشويه، وتخر في ذلك بأن أكله نيئا وغيره، وله قتل مرتد، خلي بالك، وله قتل مرتد وأكله، وقتل إيه تارك. ايوه يعني يقتل بني ادم ويشويه وياكله عشان جعان. لا لا لا، مش كده وبس، ده بيدرس عندنا في الازهر. بص يا سيدي، الازهر الشريف، قطاع المعاهد الازهريه، الاداره المركزيه للكتب والمكتبات والوسائل التعليميه، الاقناع في حل الفصل بشجاع للصف الثالث الثانوي، والكلام ده صفحه 256 السنه دي. يا شيخ الازهر السنه دي، يا مفتي الجمهوريه، يا وزير الاوقاف صح النوم، الكتاب اللي بيدرس لطلبه ثانويه عامه فيه كلام انه تارك الصلاة يتم شيء واكله. أيوة. قتله ثم شيء ثم اكله. دون الرجوع للحاكم. دون الرجوع للحاكم، يعني ده يعني ارضية خصبة لانشاء جماعات بالامر بمعروف عن المنكر تعمل الكلام ده. بص يا سيدي، وله قتل الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة ومن عليه قصاص وان لم يأذن الامام في القتل. خلي بالك، يعني دول بيسمحوا للناس انها تقتل الناس. يا نهار اسود النيل، يا شيخ الازهر، ده يا جماعه، ده المناهج، حد من مشايخ الازهر.